السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا غادي نشوفوا نموذج ديال الامتحان الجهوي، دونك غادي نشوفوا ليكزام ريجيونال 2019 لا ريجيون سوس مسا. دونك اون فا كومونسي باغ لا بروميير بارتي، دونك ريستيتيسيون دي كونيسونس اي افيك لا بروميير كيستيون. دونك 1 A. Donner la définition de la cellule nerveuse au neurone. Donc le neurone est la cellule nerveuse, la khalia al-asabiya. Donc في الدرس قلنا par définition بأن la cellule nerveuse ou le neurone هي كتعتبر l'unité structurelle fonctionnelle ديال le système nerveux. يعني الوحدة تركيبية و يعني البنيوية وكذلك الوظيفية. Fonctionnelle et structurelle ديال الجهاز العصبي اللي هو l'appareil nerveux. Donc on va dire un neurone ou cellule nerveuse est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. Donc on passe à B. Citer un danger qui menace la santé du système nerveux et un danger qui menace la santé du système musculaire. يعني غادي نحددو يعني واحد الخطر، نذكرو خطر اللي كيهدد السلامة ديال الجهاز العصبي وخطر اللي كيهدد السلامه ديال الجهاز العضلي. دونك انا غادي نقترح عليكم كيف ما شفتوا في الدرس كاينين عده مخاطر، دونك بليزيور دانجي ولا مناس. دونك غادي نشوفوا بالنسبه هنايا لي ريسك مناسون لانتيغاليتي دو سيستيم نيرفو، يعني اللي كيهددوا لانتيغاليتي ستادير لا سانتي دو سيستيم نيرفو. دونك كاين هنا بليزيور هنايا دانجي، مثلا الكول le tabagisme، donc l'alcool، le tabagisme، هو التدخين، les bruits forts، الأصوات المرتفعة، les drogues، المخدرات. donc la même chose بالنسبة لي ريسك، donc menaçant l'intégralité du système musculaire. donc عندنا les déchirures musculaires، عندنا l'élongation، tendinite، les crampes. donc هادو أمثلة كتختار، كتكون حافظ بعد مثالين ولا ثلاثة، donc كتكتب منهم واحد. Donc, هذا السؤال ما فيهش شي حاجة اللي هي صعيبة. C. Citer les éléments intervenant dans le réflexe médulaire. Donc, هنايا كيطلب منك باش تحدد العناصر اللي كيتدخلوا في لو ريفليكس ميدولير، يعني الانعكاس الشوكي. الانعكاس الشوكي طبيعة الحال اللي هو لو سونتر ديالو، لو سونتر نيفو هو لا موال ايبينيير. إذا شكون اللي كيتدخل؟ عندنا أربعة د العناصر كيف ما يعني شفتوا في الدرس، كيخصنا دونك ريسيبتور سنسوريال. المستقبل الحسي اللي هو شكون لابو، في لابو اللي هو عضو كيحتوي على هذوك لي ريسيبتور سنسوريو، يعني المستقبلات الحسيه. عندنا لو كونديكتور نيرفو، خصنا موصل عصبي اللي فيهم شكون لي نير دونك سنسيتيف، يعني الاعصاب الحسيه، لي نير موتور الاعصاب الحركيه، هادو بجوج يتدخلوا. دونك كيف ما كتعرفوا هادو لي نير تنقلوا لنا لي نير سنسيتيف، دونك تنقلوا l'influx nerveux sensitif donc vers la moelle épinière ou les nerfs moteurs qui nous disent la moelle l'influx nerveux moteur donc la moelle épinière vers l'effecteur moteur et on trouve ensuite les muscles. donc qui est ce le centre nerveux ou la moelle épinière ou l'effecteur مستجيب الحركة شكون هما لي muscles. donc هاد الأربعة هادو هما اللي مطلوبين منا هنايا، هما لي زيدمون اللي كيتدخلوا في لو ريفليكس ميدولار، وهما اللي شفناهم في لارك دي ريفليكس، يعني قوس الانعكاس. دونك راه تبقينا تكلمنا عليهم في الدرس. دونك هادو كلهم اسئله مباشره كتجاوب عليها انطلاقا من المعارف ديالك. نمشيو لدوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون، دونك لو تيكست سي دوسو رونفيرم 4 لاكون، كومبليتي لو تيكست بار لي تيرم كونفينابل parmi les propositions suivantes. يعني هاد الفراغ، هاد التكست هذا فيه أربعة د الفراغات، هنايا كاتخ لاكين. غادي نعمرو دونك هاد الفراغات بهاد المصطلحات اللي هما يعني كنشوفوها حنايا مناسبة. عندنا لي سيلول انفيكتي، هيمورال، سيلولار، انتيجين، لانفوسيت تي. دونك اش كيقول لينا؟ ابخي سا سنسيبيليزاسيون، وتحسيس باغ ان شي حاجة دوني، ان دوني لي شي عنصر اخر سو ديفيرونسي اون لانفوسيت تي ميموار اي اون لانفوسيت تي
سي يعني سيتادير لافوسيستي سيتو توكسيك. اذا شكون هما هادو اللي غادي تفرقوا سو ديفيرونسي يعني غادي تفرقوا لاش لافوسيت تي ميموار لافوسيت تي سي. اذا شكون هما؟ هما لي لافوسيت تي. اذا هنا غادي يكون عندنا لي لافوسيت تي وهاد لا ديفيرونسياسيون ما كتجيش غير هكا، كتجي نتيجه تحسيس ديال الانطاج بار لونتيجين اللي كنسميو ان انتيج. اذا بار ان انتيجين دوني لي لافوسيت تي voilà se différencier en lymphocytes T mémoire et en lymphocytes TC. Ces derniers, je connais moi les TC, les T cytotoxiques détruisent H-no qui détruit donc traité bien les TC détruisent les cellules infectées, les cellules qui sont malades. Voilà, il s'agit d'une réponse immunitaire et une stigma manaya à médiation. À médiation, donc je connais de quel fait à base de arf jugeant un acte les médiations qui n'a humoral qui n'a cellule ou d'accord comme une hado. دونك اللي كيتدخلوا هما لي لانفوسيت تي سيتوتوكسيك. اذا ديما ملي كيكونوا كيتدخلوا لانفوسيت تي سيتوتوكسيك كتكون عندنا يعني لا ريبونس ايمونيتير ا ميدياسيون سيلولير. اون باس ا 3 دونك ايكريفي فري او فو دوفون شاكون دي بروبوز دو بروبوزيسيون سويفونت. اذا نشوفوا هاد الاقتراحات اللي عندنا دونك غادي نجاوبوا نكتبوا سوا فري ولا فو. ا لا فيبر مسكولير ايت اون سيلول لونغ et plurinucléaire. Et dan هذا طبيعه الحال شي حاجه اللي خصك تكون كتعرفها شنو لا فيبر مسكولير. عرفنا شنو هي؟ هي لا سيلول مسكولير. هي قال لك واحد السيلول شفنا في الدرس كتكون لونغ طويله كبيره وفيها دونك الي بلوريسيلولير ولا بلورينوكليير. يعني نوكليير يعني فيها عده خلايا. اذا سي فري بي او نيفو دو لا موال ايبينير la matière grise entoure la matière blanche. Quelle est la matière donc grise entoure la matière blanche. Il y a une grise. Il y a quand quatre têtes la matière blanche, c'est-à-dire la matière blanche, il y a les qui neuf le centre, la concentrale. On va dire maintenant où il y en a au niveau de la moelle épinière. C'est l'inverse. La moelle épinière, il y a la matière blanche entoure la matière grise. Donc c'est faux. C'est l'aire de sensibilité générale se localise au niveau du cortex cérébral. L'aire de sensibilité générale qui est au niveau du cortex cérébral. Devant le ciel de Roland. Devant, mais il y a l'aire de sensibilité, il y a l'aire motrice. Il y a avant, donc c'est faux. D, au niveau de la plaque motrice, les ramifications de chaque neurone moteur se lient à plusieurs fibres musculaires. Donc c'est vrai, il y a donc qui fait match dans le cours que les ramifications, les modes de transformation, tâches jolies minables, tâches jolies, arborisation terminale, donc est tasse bas, est tasse bas, il y a plusieurs fibres musculaires, donc c'est vrai. Donc 4, associe chaque terme du groupe A à la définition correspondante du groupe B. Donc le groupe A, elle n'a fait les termes, 4 termes. وفي لو غروب بي عندنا 5 ديفينيسيون. دونك غادي ندير انا لانفيرس، غادي نقرا لا ديفينيسيون ونقلب على لو تيرم كونفونابل. اذا سوبستانس كيميك سينتيتيك كي بلوك لا ملتيبليكاسيون باكتيريان. اذا هما مواد كيميائيه يعني اصطناعيه اللي كيوقفوا التكاثر ديال البكتيريا. دونك كاينين لانفوسيت تي، لا سيروثيرابي، لي زانتيبيوتيك، لي سبوريلاسيون أو لا سبوريلاسيون. هنا اللي هما قراب هما سبستانس يعني كي بلوك لا ملتيبليكاسيون بكتيريان، اللي هما لي زانتيبيوتيك. غير هما لي زانتيبيوتيك ماشي سينتيتيك، دونك ما كاين حتى شي واحد اللي كيناسبها فهاد لي ديفينيسيون فهاد لي تيرم. عفوا، اذا غنشوفو ديفينيسيون اخرى. ترانسفير دو ليمونيتي بار ان سيروم كونتينون دي زانتيكور سبيسيفيك، يعني النقل ديال المناعه من خلال لو سيروم. السيروم اللي كيتخرج من الدم وكيكون كيحتوي على لي زونتيكور سبيسيفيك، يعني سبيسيفيك يعني ديريجي فيغ ان انتيجين دوني يعني معين. هذا العمليه ديال نقل ديال المناعه بار لو سيروم كتسمى لا سيروثيرابي. دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا سيروثيرابي. بيان سور ماشي كلشي يقرا لا سيروثيرابي، ولكن هذه فرصه باش تعرف شنو هو التعريف ديالها، ما فيها بس يعني لحفظتها حتى هي. دونك نشوفو
ديفينيسيون اخرى مود دو ملتيبليكاسيون دي شامبينيون يعني نمط ديال التكاثر ديال لي شامبينيون هما تتسمى لا سبوريلاسيون ها هي راه قريتيها سبوريلاسيون سبستانس سيكريتي بار دي ميكرو اورغانيزم كي بلوك لا ملتيبليكاسيون بكتيريان يعني كي بلوكيو التكاثر ديال البكتيريا وفي نفس الوقت سون سيكريتي بار دي ميكرو اورغانيزم يعني متعديات مجهريه هادو هما شكون هما لي زانتيبيوتيك دونك بحال البينيسيلين كيف ما سبقنا شفنا اللي كتفرز باغ يعني دوك لي شامبينيون اللي كنا شفناهم بينيسيليوم نوتاتوم هذا اكزومبل دونك لي زانتيبيوتيك المضادات الحيويه فوالا هذه التعريف ديالها انترفيان دون لا ريبونس ايميونيتير سيلولير كتدخل لا ريبونس استجابه المناعيه النوع ديالها سيلولير سيلولير يعني شكون لي لانفوسيت تي إذن غادي نديرو دابا ربطو فوالا كل تيرم بلا ديفينيسيون ديالو سيروثيرابي لي زانتيبيوتيك اي لا سبوريلاسيون دونك كتبقى هاد لا ديفينيسيون الاولى هي اللي زايده ما غاديش نستعملوها اون باس ا لا دوزيام بارتي ريزونمون سيانتيفيك اي كومونيكاسيون ايكريت اي غرافيك اكزرسيس 1 دو باسيون ا اي بي sont amenés aux urgences d'un hôpital et souffrent chacun d'une paralysie sans traumatisme apparent. Les premiers diagnostics montrent les résultats suivants. يعني عندنا جوج ديال يعني جوج الافراد جوج المصابين A et B جوج المرضى دونك كيماش كيعانيو paralysie انت يعني من الشلل داروا اليوم دونك قال لك يعني الفحوصات الاوليه وهنا عطاونا النتائج اللي بينات هذه الفحوصات دونك ريزلتا دي برومي دياغنوستيك عند الباسيون ا اش لقاو باراليزي دو كوتي دووا دو كور يعني عنده شلل في الجهه اليمنى من الجسم لا سنسيبيليتي جينيرال دو كوتي دووا اي انتاكت يعني الحساسيه العامه ديال الجهه اليمنى سليمه La moelle épinière, les muscles sont intacts. يعني ما بيهم والو. يعني بالنسبة لا moelle épinière ou les muscles. عند le patient P, paralysé des membres inférieurs. يعني عنده شلل ديال الأطراف السفلى. Perte de la sensibilité générale au niveau des membres inférieurs. هذا فقد الحساسية العامة بالنسبة لهاد الأطراف هادو. Ou les muscles et les nerfs sont intacts. دونك هنايا يعني السلامه ديال لي موسكل وديال لي نير يعني ما بينهم حتى شي تلف شوفوا الاسئله ان بروبوزي دو زيبوتيز بور اكسبليكي لي ريزلتا دو دياغنوستيك بور شاكان دي دو باسيون غادي نقترحوا دو زيبوتيز بالنسبه لاش شاك باسيون نفسرو يعني بها السبب ديال هذيك يعني شنو السبب اللي غادي يكون وراء هذاك الشلل اللي لاحظنا عنده الوغ اولا باش قال لك بو اكسبليكي لي ريزلتا ديال الدياغنوستيك دياغنوستيك الوغ هنا نبداو عند لو باسيون ا اشنو عنده عنده باراليزي دي كوتي دروا مزيان لا سنسيبيليتي جينيرال دي كوتي دروا انتاكت ما بها والو فوالا اش قال لك هنايا لا موال ايبينيير لي ميسكل سونتا ولكن هنا اش لاحظنا كاينه باراليزي اذا كاين شلل في الجهه اليمنى اذا شنو هو السبب غادي يكون في هذا الشلل هذا اللي عند هذا الباسيون ا الشلل يعني شنو هو كتعريف يعني هذا الشخص غادي يفقد لا بيرت ديال لاش ديال لا موتريسيتي فولونتير ما يقدرش يقوم بحركات اللي هي اراديه اذا دابا خصنا نعرفوا شكون اللي كيتدخل في هذا لا موتريسيتي فولونتير باش نعرفوا شكون اللي يقدر يكون وراء هاد لا باراليزي هادي اللي كنلاحظوها عند لو باسيون ا اذا تقدر تكون كيف ما كتعرفوا يعني لو سيرفو اللي هو المخ حيت ما فين كاين عندنا لير موتريس اللي كتنشا لافلي نيرفوم موتور اذا هادي تقدر تكون سبب حيت الا لاحظتوا معايا هادو الفحوصات ما ذكروش بانه هاد يعني
لو سيرفو ما قالوا لنا عليه والو، واش هذيك اللي وقع فيها شي حاجه ولا لا، دونك ما ذكروا لنا والو. دونك كيف ما كتشوفوا هنا ما هضروش لينا على لينير الاعصاب، لان الاعصاب حتى هما كيتدخلوا في لا موتريسيتي فولونتير، ما قالوا لنا عليهم والو. اش بقى اخر كيتدخل لي ميسكل، لي ميسكل كتدخل لا مولي بينير، هادو اش قال لك؟ هو قال لك سون انتر، يعني ما بيهم حتى شي حاجه سال، يعني السلامه ديالهم كاينه. اذا جوج ديال لي زيبوتيز هنا، اما غادي يكون تلف او نيفو يعني دي سيرفو، يعني غتكون الناس كون ابي لا ليزيون سيريبرال، ولا غادي يكون تلف او نيفو ديال لي نير، يعني ليزيون دي نير. نشوفو عند بي، عند بي نشوفو دونك نفس الشيء حتى هو دوك ربعه العناصر، نشوفو شكون هو اللي فحوصات يعني كيخلينا نقولوا بانهم يعني ما غاديش يكون فيهم شي تلف. لي ميسكل لي نير سون انتاك، هادو دونك لي ميسكل ما كاين حتى شي حاجه، لي ميسكل كيتدخل تما في لا موتريسي دي فولونتير، لا عند ا ولا عند بي ما بيهم والو. هنا لاحظتوا معايا لي نير، هنا قال لك ما فيهم حتى شي مشكل. اشنو بقى؟ اللي بقى عندنا هنايا هو ما هضروش على لا موال ايبينير، الوغ كو عند لو باسيون ان قال لك راه ما بها والو. اذا ممكن تكون عندنا ليزيون ديالاش ديال لا موال ايبينير، يكون تلف في لا موال ايبينير. وكذلك نفس الشيء ما هضروش على لو سيرفو، ما قالنا عليه والو، دونك لو سيرفو يقدر يكون فيه شي تلف يعني او نيفو ديال لي موتريس، اذا تقدر تكون عندنا ليزيون سيريبرال. اذا شنو غادي نقولوا بالنسبه لو باسيون ا بوتيتر كو لو سيرفو ايليزي، يعني يقدر يكون يعني تعرض للتلف سكون ابل لا ليزيون سيريبرال. بوتيتر كو لي نير سون ليزي، ليزيون دي نير تلف ديال الاعصاب. وعند بي بوتيتر كو لو سيرفو ايليزي كذلك ليزيون سيريبرال، او بوتيتر كو لا موال ايبينير ايليزي دونك ليزيون ديال لا موال ايبينير. اذا هادو هما الفرضيتين اللي نقترحهم. Dans un deuxième diagnostic, le médecin soumet les deux patients A et B à l'imagerie par résonance magnétique. Il y a des hommes qui ont l'IRM face au stade magnétique. Les documents 1 et 2 montrent les images obtenues chez les deux patients et chez un individu sain. Il y a des données de l'IRM عند هاد لي دو باسيون، وغادي يعطيونا كذلك يعني صوره عند الشخص اللي هو سليم، لانديفيدي سان يعني غير مصاب. دونك دوكيمون شنو هما ريزلتا ديماجري سيريبرال بار لي ار، يعني التصوير ديال لي ار ما شنو عطى لو باسيون. ها لاغيير ديال لونسيفال ولا ديال يعني لو سيرفو اللي هو نفس الشيء. ها لافون دونك اش لاحظنا؟ كاينه واحد لا ليزيون، ليزيون فاش ليزيون سيريبرال، يعني كاين تلف على مستوى يعني لو سيرفو مقارنه بانديفيدي سان، دونك ما عندوش تلف. فوالا هذه يعني الملاحظه الاولى. اذا غادي نجاوبوا بعدا على لا كيستيون اللي مرتبطه بلو دوكيمون 1 دو كومباري اونتر ليماج سيريبرال دو باسيون ا اي سيل دان انديفيدي سان et celle d'un individu sain. يعني اش الفرق اللي كاين ما بين هاد لو باسيون ليماج سيريبرال ديال لو باسيون ا وديال لانديفيدي سان؟ اش كنلاحظوا؟ il y a donc une lésion cérébrale، كاين واحد التلف على مستوى يعني المخ chez le patient A par rapport à l'individu sain. Donc on va dire le patient A présente une lésion dans flash l'hémisphère gauche. اذا اش كنلاحظوا؟ كاينه واحد لا ليزيون قلنا سيريبرال، ليزيون سيريبرال. فين جات هاد لا ليزيون سيريبرال؟ هادي طبيعه الحال لا بارتي دروات وهادي لا بارتي غوش. اذا جات فاش؟ ها هي غوش، جات في ليميسفير يعني غوش، يعني نصف الكره المخيه الايسر. ترى بدينا كنفهموا شويه في كاين المشكل عند الباسيون ا. اذا هذه المنطقه حتى هي بدات كتبان اش غتكون. اذا هنايا
اذا هاد لا ليزيون اش نقولوا يعني هاد لو باسيون ا يعني سورس دي ليزيون سيريبرال دون ليميسفير غوش بارابور ا لانديفيدي سان. فوالا دونك لو باسيون ا بريزونت une lésion dans l'hémisphère gauche par rapport à l'individu sain. L'individu sain, même deux, j'étais chez lésion. On passe au document 2. Donc, document 2, WADA. Et le patient B, le document 2, c'est-à-dire qu'il met le résultat d'imagerie de la moelle épinière par IRM. L'IRM dit la moelle épinière. Donc, le patient B, qui fait ma canne chauffe, qui a la lésion. Fâche. Au niveau de la moelle épinière. Je te rends un telef, la moelle épinière d'elle. Par rapport à l'individu sain. L'individu sain, un dos, une moelle épinière non lisée. Une réelle moelle de telef. D'abord, je vais dire, la question P, la comparaison d'ILH, l'image de la moelle épinière du patient B et celle d'un individu sain. D'un angolo, le patient P présente une lésion au niveau de la moelle épinière par rapport à l'individu sain. Donc le patient B présente une lésion dans la moelle épinière par rapport à l'individu sain. Donc question 3, en se basant sur les résultats de l'imagerie cérébrale et de la moelle épinière, déterminez l'hypothèse valide pour chaque patient. Yani, خلال هاد النتائج ديال لي ريم اللي دات يعني لو سيرفو ليماجري ديال سيريبرال او د لا موال ايبينير غادي نقولوا شكون هي ليبوتيز اللي هي يعني صحيحه فاليد. هنا ليبوتيز فاليد غادي خصنا نرجعوا لي زيبوتيز اللي درنا في الاول. فوالا اش افترضنا عند الباسيون ا قلنا بوتيتر كو لو سيرفو ايليزي ليزيون سيريبرال او افترضنا بان لي نير سون ليزي. اذا لي صحيحه فيهم شكون هي هي هذه هي ليبوتيز 1. بالنسبه للباسيون بي اش لقينا قلنا بوتيتر كو لو سيرفو اي ليزي يعني عنده ليزيون سيريبرال. افترضنا ليزيون د لا موال ايبيني واش لقينا لقينا بان لي غين بينات كاينه ليزيون د لا موال ايبيني دونك هي ليبوتيز 2 شي لو باسيون بي. اذا غادي نجاوبوا على الكيستيون ليبوتيز فاليد بور لو باسيون ا هي ليبوتيز 1 ليزيون سيريبرال et chez le patient P, l'hypothèse de lésion de la moelle épinière. 4. Établissez la relation entre la zone lésée et la paralysie des membres inférieurs et la perte de leur sensibilité chez le patient P. Donc, le patient P a la paralysie des membres inférieurs ou a la perte de leur sensibilité, c'est-à-dire la sensibilité des membres inférieurs. دونك السبب شنو هو قلنا عند لو باسيون باش كاين ليزيون ها هي ديال اش ديال لا موال ايبينير وكتعرفوا بان لا موال ايبينير دونك ديزي منها اش دونك او نيفو د لا موال ايبينير هي لي نير كاين الاعصاب لي نير دونك كي كوندويز دونك لي نير كي كوندويز لانفلي نيرف سنسيتيف اي موتور يعني ما غتوقع هاد لا ليزيون دونك سولا empêchera donc l'influx nerveux de passer vers donc le cerveau et du cerveau vers les muscles des membres inférieurs. اش نغا تكون النتيجه يعني هذيك السياله العصبيه l'influx nerveux moteur ما غاديش باقي تجي من l'air motrice vers les membres inférieurs ما غاتوصلش les membres inférieurs وبالتالي غتوقع لا paralysie لان ما وصلتش العضلات ما يمكنش ينفذوا لنا ديك الحركه. علاش؟ لان كيف شفتوا خص توصل لها في لينيرف موتور علاش لي ميسكل. ثم بالنسبه لا بير ديال السنسيبيليتي يعني خص لانف لينيرف سنسيتيف خصها تمشي فين؟ تمشي لو سيرفو تمشي لير لي ديال السنسيبيليتي جينيرال اللي كاينه او نيفو دو كورتيكس سيريبرال يعني القشره المخيه. اذا لما وصلتش نتيجه هاد لا ليزيون اللي كاينه اش غيوقع طبيعه الحال الريزلت تكون هي لا بيرت ديال لا سنسيبيليتي ديال هاد لي مومبر. دونك اون فا دير كو لا ليزيون دو لا موال ايبينير ا امبيشي دون بار لا كونديكسيون دو لانفلو نيرفو موتور دو لير موتريس يعني الانتقال ديالو منين من لير موتريس فير لي مومبر انفيريور
Le résultat est la paralysie de ses membres. D'autre part, l'empêchement de la conduction de l'influx nerveux sensitif vers l'aire de sensibilité générale. Résultat, perte de la sensibilité des membres inférieurs. Canada ou l'alaqa li kayna ma bin yani la paralysie ou la perte de la sensibilité des membres inférieurs chez le patient P. 5. Donc réaliser un schéma expliquant la relation entre la zone lésée et la paralysie du côté droit du corps du patient A. Le patient A ou l'alaqan, donc c'est le patient qui souffre d'une paralysie du côté droit du corps. يعني با واحد لو شيما واحد الخطاطة اللي تكون كتبين هاد العلاقة يعني كتبين علاش كاين عندنا هاد لا باراليزي ديال لو كوتي دروا. اذا اش كتعنا؟ قلنا كاين عندنا اون ليزيون سيريبرال فاش لي ميسفير غوش. لي ميسفير غوش يعني فين كاينه لير موتريس غوش اللي كتحكم فاش تتحكم في لا موتريسيتي ديال لو كوتي دروا دو كور. يعني اش غنديروا؟ ليزيون دو لير موتريس غوش يعني ما يتعرض هاد لير موتريس للتلف اش غيوقع؟ Bien sûr, l'absence de l'influx nerveux moteur. Il est mal à tout seul l'influx nerveux moteur. Mais qui n'est pas aslan? Il n'y a pas de la lésion. Mais qui n'est pas? Donc, pas d'influx nerveux moteur. Mais qui n'est pas d'influx nerveux moteur. Au bout de l'année, il n'y a pas d'influx nerveux moteur. Au bout de l'année, paralysie du côté droit du corps du patient A. Il n'y a pas d'influx nerveux moteur. Il n'y a pas d'influx サブスクライブ、ライク、コメント、フェイバリット